هذا المنظر ليس لجبال كردستان أو سلسلة حمرين الجبلية، إنها منطقة قاطون الرحمة التي تعاني منذ سنوات عدة إهمال وتردي في واقع الخدمات، والتي أصبحت من المناطق المنكوبة والمنسية حسب ما أكده أهالي المنطقة. لا تبليط لا مجاري، يعني إذا مطرت الدنيا 10 دقائق هالمنطقة ما نطب بعد، عرفت شلون؟ خدمات صورة عامة صفر هنا، لا سيارة تطلع بالشارع، لا كهرباء، كهرباء زفت، مو ادري كهرباء قوية، مي بالنسبة للمي متقطع وجاي دور عندنا جور مي حاليا. باليوم اطلع 3 مرات 4 ارش الشارع، شبعنا تراب بالمحلات وبالبيوت وبالاسواق، ماكو يومي. هسه ما تشوف هذا الشارع شلون رشاني، هذا المطار يومي اشغل باليوم 3 مرات 4 ارش الشارع من ورا هذا الشارع اللي الخدمات ماكو، لا هم اللي عايفينه وخلصانين احنا هيجي، ولا هم اللي مكملين ومرتاحين. عدم الجدية في مراقبة المشاريع وغياب الضمير من قبل المختصين وترك العمل دون الرجوع للمواصفات أثر تأثيرا سلبيا على نوعية الخدمات المتردية التي لم تخدم المنطقة، وأصبحت المعاناة تتفاقم باستمرار صيفا وشتاء بدون حلول. زين هذا الشارع، هذا شارع الرحمة، شارع الرحمة هذا يعني كل 500 متر نعطيها المقاول، يعني ما يصير هالشكل. زين يشتغلون هناك بطلهم، هسه اشتغلوا ذاك اليوم، اجوا جماعة اشتغلوا بالشارع ورا يومين ثلاثة صارت مشكلة وعافوا للشارع وراحوا، عافوا للشارع وراحوا. هذا الشارع اللي واقف عليه أنا اجوا عليه مليارات صرفوا عليه، يعني خلال سنة الشارع انتهى. ليش؟ سبب المهندسين، ماكو مهندسين مشرفين على هذا الشارع ومواصفات لازم تكون، وهذا رأسا شربتوها وراحوا، يعني هاي ليش هدر هالأموال، هاي حرامات. مناطق غرب عقوبة منكوبة ومنسية، والحلول غائبة والخدمات متوقفة، وصمت حكومي في ظل كارثة تلوح بالأفق القريب لهذه المناطق. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.